شهدت أمسيات المنامة تفاعلاً كبيراً لما قدمته من فعاليات سياحية وعروض فنية وأنشطة ثقافية جسدت روح التنوع والتراث الغني لمملكة البحرين. أمسيات المنامة عقدت بالتزامن مع اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 نظراً لكونها وجهة سياحية من جميع أنحاء العالم. تحت ضوء القمر وعلى أرض مسرح البحرين الوطني يجتمع الزوار بمختلف فئاتهم العمرية تحت مظلة أمسيات المنامة. هذه الأمسيات التي عقدت من 18 من مارس وتستمر لغاية 14 من إبريل الجاري تحت شعار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024. وايد صار إقبال ما شاء الله، وايد صارت كومنتات ان مددنا يومين زياده في رمضان. عقب بعد الاوادم اللي الحين عجبهم المكان، فبس اللي خلوا 5 ايام من اول العيد لخمس يوم عيد. أمسيات المنامة ضمت مجموعة متنوعة من الفعاليات السياحية والعروض الفنية والموسيقية الحية والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تستهدف جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى بازار يجمع نقاط البيع بالتجزئة التي تعرض مجموعة متنوعة من السلع اليدوية والحرفية التقليدية والهدايا التذكارية، إلى جانب خيارات متنوعة للضيافة وتوفير أماكن مخصصة للجلوس والراحة لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية. واجد حلو، يعني صح الكل يزوره، الأجواء فيه حلوة خصوصا في العيد، المحل شهدوه يعني صايرة على البحر، وإيه حلو في كافيهات وفي تغيير جو يعني. والله المكان رايق وفي أشياء وايد يعني، حتى للأهالي ألعاب وكوفي وشاي، والكل بيستانس يعني في المكان هنا. ترتيب ماله يعني منظم، ما في فوضى في سباق الأماكن، بس إنه تقدر تقول ترتيب يعني أكثر شيء تنظيم فيه حليف. كباركات ممتاز يعني موجود، وكالفيو الموجود هنا على البحر وشريها في الأجواء يعني خصوصا عيد وشري ممتازة. وتأتي أمسيات المنامة كفرصة مثالية لزوار مملكة البحرين بشكل عام ومواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بشكل خاص للتعرف عن كثب على تراث البحرين وإرثها الحضاري العريق الذي توجه لتكون وجهة سياحية للسياح من جميع أنحاء العالم.